انتخابات رئاسية، احنا طبعا نعرف دور رئيس الجمهورية منحصر ربما في الشؤون الخارجية والأمن القومي. علاش تقدمت لي انه الرأي اللي في من الكفاءة ومن الخبرة ومن التجربة انه نترشح الى المنصب هذايا بالفكر نتاعي بكل ما وتراكمات نتاع تجارب سابقة قبل الثورة، تراكمات اللي هي اقتصادية بالاساس، تجربة سياسية، تجربة نتاع حكم في احلك فترات الحكم، وزارات صعيبة كوزارة المالية بالتحديات، مشاركة وتعامل مع كل الاطراف السياسية اللي هذايا كل يخلي انه الزاد هذايا معناتها التربية في عائلة سياسية ديمقراطية بنات الأسس متاع الديمقراطية ناضلت من أجلها منذ 70 وساهمت في تأسيسها بعد الثورة، وهذا كله معناتها تجربة تكونت لي، وخاصة باش نقول اللي اليوم جاء الوقت في تونس أنه رئيس الجمهورية خلاف اللي ما قلته أنت، تنقول لك أنا كيفاش نشوف رئيس الجمهورية بالدستور، رئيس الجمهورية مش اللي عمره 70 سنة وقاعد في القصر يستنى حتى لين الاسبيرونس تربح الكوب دافريك باش يجيوها هكا ويبوسوه. رئيس جمهورية في العالم الكل قاعدة تتبدل، شوف الكندا، شوف فرنسا، شوف إسبانيا، شوف السويد، رؤساء الجمهورية 40 45 سنة، رجال اقتصاد، وتونس في أمس الحاجة، بنينا مؤسسات للأسف تأخرنا في جزء منها، أما هذه أنا عندي أنا دوسي يلزمه في 3 ولا 4 شهور ننتهي منه، تبدأ عندك القناعة أنك يلزمك محكمة دستورية، يلزمك مراقب، يلزمك هيئة دستورية، هذا دوسي بيتسكر. تونس فيها مس حاجة لإعادة بناء المنوال الاقتصادي بتاعها، ورئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة هو يلعب الدور أساسي، لأنه العلاقات الدبلوماسية ما هيش حاجة هينة، احنا اقتصادنا 70% منه مربوط بين الخارج، الاستثمارات نشكيو من عجز الاستثمارات والاستثمارات الأجنبية، هذا الكل رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الحكومة، لأن فكرتي سيتون إيكيب، ما هيش فكرتي اللي هما في عركة، يلزمهم يحطوا شنو هو المشروع الوطني اللي يحبوه ونعرفوه، الناس كل تعرفه، وكل واحد يلعب دوره بالتنسيق، وهذاك هذا الكل اللي خلاني اليوم نتقدم إلى هالمنصب هذايا، وإن شاء الله نقدم المشروع هذا للتوانسة والنيل والثقة متاعهم، وعلى كل حال سأساهم بجدية لترفيع مستوى النقاش وترفيع الهوامش الكلها تتنحك الحكايات الفارغة. نحكيه على دور مهم، نحكيه على تونس في منعرج مهم. ثورة قامت على زوز أشياء، الحرية والكرامة، يمكن بنينا ولا بداية بني الحرية وما زلت هشة، الكرامة يلزمها رجال من عمري أنا، معرفتي أنا، ولاد عصرهم، كي يعرف يتكلم يعرف العولمة وكل الانعكاسات بتاعها شنو ما تحدياتها. وكأنك سيليس يعني توجه في كلامك المترشحين معينين. ليه أنا رشح في كلام التوانسة، ما يش رشح في كلام المعينين يعني المرشحين. أنت تحب كأنك تقصي الكبار في العمر وتقصي اللي ما عندهمش كوميونيكاسيون، بها كفهمت من كلامك. لا أنا حبيت نقول لك برسبكتيف، سمحني مش نقاطع، برسبكتيف نتاع كونفلي دو جينيراسيون سمعناها عند السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بوتيتر كو سا بوغي expliquer la mise à l'écart de docteur Mustafa Menjafer اللي هو حبينا نكرهنا من رموز الحركة الديمقراطية، يعني وكأنه داخل حزب التكتل فيه أنا نقول انتفاضة الشباب. vous n'avez pas réussi أنا ليس الفخفخ je serai mieux que vous. والله لا، كل واحد ومساهمته، كل واحد وتجربته، وكل واحد وإضافته. مساهمة سي مصطفى بن جعفر في 50 سنة سياسة من 71 من الانشقاق، وانت تعرف المنظر على مع حزب الدستور وخلقان الحزب الاشتراكي الحركه الديمقراطيه الاشتراكيه، يعني ومساهمه في النضال من اجل الديمقراطيه وضد الاستبداد، ثم مساهمه في التاسيس وعلى راس المجلس التاسيسي شويه، هذا كله مساهمه، ولا اليوم مازال نتصور يلعب في دور وباش يلعب دور. اما زاد جاء الوقت اللي اليوم نعطيه الثقة كما العالم الكل قاعد يعطي ثقة في مع تجيل جديد، على الأقل الشعب التونسي يرتاح، يقول رانا لا غولاف تاسوري عندنا اليوم من السياسيين اللي عندهم التجربة السياسية، مش جاي مع شد دواليب الحكم ويعرف دواليب الحكم، أما يعرف في نفس الوقت العالم هذايا والكومبلكسيتي نتاعو، نعطيهم الثقة باش ياخذوا بزمام الأمور. ما هيش عركة، أنا ما عنديش منطق العركة، عركة أجيال، كل جيل
يواصل معناتها سي احمد المستيري ماهو عدى المشعل لسي مصطفى، وسي مصطفى زاد اليوم في 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 هالمخاض هذا قاعد نوعا ما يعدي في المشعل الجيل الجديد، والحمد لله اللي الامور قاعده تصير بالطريقه هذه. لا معناتها في الكونفلي معناتها الحزب خذا مسؤوليته ومجلس وطني ودعم باغلبيه ساحقه ترشح ما، وهذا اللي قاعد يصير، وهذا هي كيفاش يعني قرار ترشيحكم كان ديمقراطي في اطار 100%. كل ما يصير في اطار الحزب هو ديمقراطي، لانه احنا نعملوا مؤتمراتنا في وقتها، مش حزب بتاع نجي وانا الفاتق الناطق ودخل واحد مكتب سياسي، كلها امور تمشي بالديمقراطيه بالمؤسسات، مجالس وطنيه، مكاتب سياسيه. وهذا القرار اللي خذاه هو. فما زاد الترشح لرئاسه الجمهوريه راهو ترشح شخص لشعب، معناتها ما هواش كيما التشريعيه وقائمات. هذا في لحظه كيما في الثوره، في لحظه ما يقول عبد انا اليوم اولويت انه نجاح الثوره، سيبت في اللي قدامي واللي ورايا وقلت ساساهم، ما كنتش نعرف انا باش نولي وزير، مي قلت التجربه نتاعي باش نحطها، اخترت حزب اللي هو التكتل اللي انا ريت فيه النضال وريت فيه الاهداف اللي انا نطمح لها واللي تونس حاجتها بها، اللي هما حاجتين الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه، هذاك اش حاجتها. وساهمنا بعد جات انه تحمل واحد مسؤوليه الوزارات، وتوا نفس الشيء ديما على نفس الكاب، انه ديما في مساهمه في انجاح هالمسار اللي دخلنا فيه تونس، نحلموا لها حلمه اكبر بياسر من اللي احنا فيه توا. ويلزم كل، انا نتاسف انه عباد تحمست كيفي انا في 2011 ومن بعد غادروا يقول لك يا خويا هالخوضه هذه، وطاح ياسر النيفو وطاح ياسر المستوى، وبريسك يقنعوا فيا بربي اش دخلك معاه بهالجماعه هذوم. بترشحي ناكد لك اللي فما برشا عباد قالوا والله رجعنا الامل، بل رجعوا معايا في الحمله الانتخابيه، العباد اللي كانت جمعتين التالي ولا شهر التالي في وضع يأس، في وضع يأس تام، شباب كلموني ومشيت تقابلت معاهم، احنا بدات ترجع لنا الروح، هذاك شو نحبه، خلي ترجع روح العطاء لهالبلاد وروح الحلمه اللي نحلموا بها لتونس. وللاسف ما فماش بوكو دو بورتور دو سو غيف، ما فماش، ولا فما دي بورتور دو سو غيف مي ما عندهمش. ما تشوف السماحني انا باش نناقشك في النقطه، ما تشوفش انه البروفيل نتاعك اقرب الرئيس حكومه منه الرئيس جمهوريه، ونمشي معك في فرضيه انك ستكون رئيسا للجمهوريه. انا نتصور انك تكون اون كونفلي يعني افيك لو شيف دو غوفرنمون، انت بير ديناميك تكنوكرات، فو كومبروني لي دوني دو ليكونومي، فو زالي انترفيري، فو زالي ديرونجي، فو زالي فير دو لومبر. شوف انا كيما قلت لك، انا حسب انا نظرتي ان نخدموا فريق، معناتها وخاصه ان شاء الله الواحد لازم يعطي ثقه في مجلس النواب اللي هو منتخب زاده من الشعب، ورئيس الجمهوريه منتخب الشعب، هذا مزوز يعطيهم سلطه انه مجلس النواب يتوافق على شخصيه حامله الى المشروع، اغلبيه ولا ائتلافيه اللي هو العملية، أنه يلزم رئيس الجمهورية بعقليته، ماهوش عقلية التكسير ولا عقلية التعيين واحد باش أنا كما اللي صار لنا في الخمس سنين نجم نرجع عليهم، رغم اللي أنا نحب نحكيه للمستقبل. احنا الزوز نخدموا في خدمة تونس، احنا ليكيب ناسيونال نتاع تونس نخدموا في خدمة تونس. شنو المشروع اللي وحدنا؟ شنو أنت الدور اللي تنجم أنا كرئيس جمهورية نزيد نضيفه لك للرئيس الحكومة؟ لانك انت لاهي بالمشاكل اليوميه والعمل اليومي، فما احنا معناتها كل ما هو علاقات خارجيه وتوفير الامن والطمانينه انا باش نوفرهم لك. اما زاده مش كان هذا، انا عندي معناتها رئيس الجمهوريه عنده لو ماجستير كونت فيكس ان كاب، لانه رئيس الجمهوريه الشخص الوحيد اللي منتخب من يقول اللي انا مثلا اولويتي في تونس هي المرفق العمومي. المرفق العمومي اللي هو اساس الكرامه، من غير المعقول ان نواصل شيف دو غوفرنمون يترا ليبرال يقول لك سيد الرئيس تلتزم حدودك الدستوريه، يتحمل مسؤوليته. انا جو فيكس ان كاب اون ديزون تونس مبنيه على المرفق العمومي وعلى العداله الاجتماعيه وعلى المصعد الاجتماعي، الدقدق المصعد الاجتماعي. اي انت موسوعة تعرف تعتبر من التجربه ولا أي. في التجربه حركه النهضه في مرحله معينه في علاقه بحكومه يوسف الشاب قالوا اعدنا الباجي قائد السبسي رحمه الله الى مربعه الدستوري، ما تخافش غدوه يحصل لك نفس الشيء. شوف سيدي ياسر الفخفاخي لي ديبوردون الي اون لو رومي ا سا بلاس. انا عندي تفويض من الشعب، انا مسؤوليتي انه نخاطب الشعب ونخاطب ونعطيه فكرتي للاولويات، سواء كانت في الحمله سواء كانت
في ممارسة ممارسة الاكزرسيس. عندي معناتها رئيس الجمهورية ديما نحبوا هكا نقلصوا له من بيزبوه زادة يولي يحب يعوض رئيس الحكومة، أما يلزم زادة فما عنده الإمكانية المبادرة التشريعية ما خلاولهاش. قال لي كيبدا ما فماش وراء حزب قوي في المجلس المبادرة التشريعية، كل واحد يتحمل المسؤولية. أنا نأكد لك مبادرة تشريعية في خدمة الشعب التونسي، عنده الشعب وراه وعنده لا بريسيون وراه بما فيها أنتم الإعلام يضغط على بريسيون أنه النواب يمشيوا ضد حاجة في صالح تونس. ينجم حاجة في صالح فئة معينة ولا قرار في صالح فئة، ينجم اختلاف عليه. اللي جاي بمنطلق أنه باش يخدم هالبلاد هذية، وبكان مش يعمل ما هوش باش يعمل باش يكسر ولا باش يعطل ولا باش ينحي يشلك رئيس حكومة كما صار لرؤساء الحكومة في تونس. تشلكوا تخرجوا بثلاثة نواب، مش هذا الغاية متاعه. ولا مؤسسات ما تعملتش باش أنا نخدم ما غير فرن، ما نعملش محكمة دستورية خليني. اللي جايب الإيمان أنه هذاك الدستور راهو الدستور اللي تأسست عليه الجمهورية الثانية يمكن فيها عيوب، أما أنا يلزمني نحترمه وأنا الحامي متاعه ويلزمني نكمله تخي غابيدمو، ما نبداش نبيع ونشري. والثانية يعني أنا تطرح مراجعة النظام، أنه رئيس الحكومة راني أنا وياه نخدموا نيكي. سيليس خلينا بنحب نرجع معك على 26 مترشح، تحدثت على الأجيال، نحكيوا على العائلات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. كتشوف المشهد السياسي وكتشوف الليست الموجودة، نلقاو فيها تكتل، نلقاو فيها بني وطني، أمل تونس، نلقاو يعني أحزاب منتمية للعائلة الوسطية الديمقراطية. علاش سؤالي ليك، علاش ما تلميتوش، ما رشحتوش شخصية معينة؟ تلمكم لأنه هذايا فيه تفريق للناخبين وللخزان الانتخابي. هو والله هذايا حاجة نأسفولة. احنا وأنا شخصيا 5 سنين من اللي خرجنا من الانتخابات وإحنا نعمل في مبادرات وجيت حكيت عليهم هنا تاع تجميع هالعائلة، رغم اللي هالعائلة الناس كلها ولات تنتمي، تعرف أمو غالفودي فرنسي معناتها هالكلمة هذه الوسطية الديمقراطية الاجتماعية. فما واحد البارح عمره ما كان يمن بالديمقراطية ولا في العائلة الوسطية الديمقراطية، وفما شكون عمره ما كان يمن بالاجتماعية ولا في الاجتماعية، وفما شكون صح كان صاحب ساركوزي أو كتصور موجودين، وتو يقول لك أنا العنوان متاع العائلة الاجتماعية الديمقراطية، يعني خوضة كبيرة. مي مع هذايا أنا اللي نقول ما نجحناش في أنه نتلموا، ما نجحناش، عملنا برشا محاولات تخرتها في مارس، أنت تو حكيت لي على بني وطني خرتها في مارس، احنا نحاول ونقول وراه ما نختلفوش في 20-30% من 70% نجتمعوا عليه، هات نجتمعوا على هذا وندخلوا للتشريعيه وندخلوا بمرشح وحيد. كيفاش باش نفرزوا المرشح الوحيد اذا عندنا اكثر مرشح؟ رغم اللي في بعض المناسبات فما برشا عباد قالت يا خويا نتنازل، الاهميه انه نعطيه في الرئاسيه مش كل يجو ما بيناتكم. لا والله لا ما كانتش مطروحه الحقيقه، ما كانتش مطروحه، ما نجحناش هذا يقروا به بالك شي، ما زلت لما توريتي ما وصلنا ليش، ربما في الدور الثاني نشوفكم تتلموا بالك على الاقل. على انا هذا نقول على الاقل، وعلى الاقل هل انا الرأي اللي الخارطه المقدمه رغم اللي 26 برشا مش مشكله، ما زلنا في 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 دربه، اما بدات اليوم فما المواطن قدامه الطيف الكل ينجم يختار، فما اقصى اليسار، فما الوسطي، فما السوسيال ديموكرات، فما العباد اللي ما عندها حتى روح، عندها اعلام ولا عندها مال ولا عندها جمعيه ولا فما اللي فولكلوريك وشعبويه، يعني الانواع الكل. المواطن اليوم قدامه هل الطيف هذايا باش يعطي لكل واحد ما يستحقه، وبعد قاعده تتشكل. حتى انا قاعد نشوف في فيسبوك العباد تعمل في محاولات تاع شكونهم العباد اللي تشبه لبعضهم، وما قالها اني باش تتشكل وباش تتلم هالعباد هذيا، ما خلطناش باش عملناها في المره هذيا باش تتعمل. واحنا في الاخر رانا عندنا كان 8 سنين. انا اللي اللوم اللي فما حزب مثلا تفرقع، على الاقل التكتل محافظ على هويته ضعف، عاود تكونت له تجربه، ساهم في الحكم، ساهم في النضال. اما فما تاخو انا حزب مثلا كيما نداء تونس، اليوم فما 6 ممثلين على نداء تونس، شنو هو اللي يفرق بيناتهم؟ تو التكتل عمره ما كان مع نداء تونس، ناخو نداء تونس عنده 6 مرشحين للرئاسيه، معناتها كانت اسهل ياسر انه على الاقل هذوما يتلموا. انت سيليس تحكي على التكتل وانت داخل الانتخابات الرئاسيه تحت رايه التكتل بعد تجربه انتخابات 2014 وغبتوا شويه على الساحه السياسيه، هل اعاد التكتل ترتيب بيته الداخلي قبل خوض غمار الانتخابات مجددا؟ هو مسار كامل. اول حاجه انا معناتها مرشح من التكتل، اما انا معناتها اليوم القوى المسانده للترشح هذا اكبر بياسر من التكتل.
معناتها عندنا فرق مسانده سواء في الجهات سواء في الحمله المركزيه جات من كل الاطياف. فما احزاب سياسيه اخرى مش من احزاب من من, من شخصيات، فما شكون كانوا في احزاب اخرى، فما شكون كانوا في التكتل وخرجوا لانه في وقت من الاوقات اختلفوا معاه، فما شكون عمره ما كانت له تجربه اما يعني تكنوكرات نجم تقول ويحبوا يساموا. يعني الشخصيه توا اليوم مرشح للرئاسية محمول من أكثر من التكتل، أما مرشح حزب التكتل عنده تاريخ كامل 25 سنة. وهذا هو أستاذ إلياس اللي حبيت ندخل في علاقة بالتكتل، لأنه تعرف أنت في الأسابيع الأخيرة كنا ننتظروا اللي الأستاذ مصطفى بن جعفر سوف يترشح، والناس تتحدث ربما على دعم جهة معينة لترشح الأستاذ مصطفى بن جعفر. أيضا في ناس في اللي فانتازم بوليتيك متاعهم قالوا لما لا إعادة أحياء فهمتني تجربة الترويكا للحظة معينة يكون سيد مصطفى بن جعفر على رأسه، وفي الأخير في لحظة من غفلة متاع برشة ترشحات يخرج الأستاذ إلياس الفخفاخ اللي هو مرشح واضح للعنوان متاع التكتل. أنا حسب رأيك متابع ربما الراف الترشح متاعك وكأنه ربما إعادة لبناء حزب التكتل من جديد، وثانيا الهدف من هذا ربما من الترشح إعادة بناء صورة جديدة للتكتل ربما تقطع مع التكتل اللي على راسه السيد مصطفى بن جعفر، ايضا تقطع مع صوره التكتل اللي يكون شأن ام ابين استهلكاته الترويكا وخرجته ربما على العائله السياسيه نتاعو. هل هذا هو الهدف من الترشح؟ هل سينجح إلياس الفخفاخ في هذه المهمه؟ ثانيا كيفاه اليوم التكتل باش يعاود يتموقع من جديد في الساحه السياسيه ربما في الموضوع في الدور الثاني، او لين نلقاوك انت في الدور الثاني وقتها باش تسهل الامور اكثر ربما يتحول التكتل هو لوكوموتيف بوليتيك. هذا في علاقه بالتموقع السياسي نتاع سيادتكم ونتاع حزبكم. لكن ايضا انا نحب نسالك خاصه انه انت نعرف اللي انا تكوينك اقتصادي، كيفاه يرى إلياس الفخفاخ وقت اللي يكون هو على راس الجمهوريه التونسيه التموقع الدبلوماسي التونسي في علاقه بما هو اقتصادي؟ هو في البارتي الاولانيه من اللي قلت وانت فما برشا اسئله، اما الاساس انه انا اليوم متقدم كمترشح لنيل ثقه التوانسه حسب اللي باش نقدمه لهم وحسب اللي قاعدين نحكيوا فيه وحسب النظره نتاعي الى موقع رئاسه الجمهوريه. انه المخاض زاد اللي صاير في التكتل، التكتل قلت لك تجربه كبيره، تجربه تاع 25 سنه، واذا نحبوا نزيدوا نرجعوا اكثر حتى ال 71. يعني هل الفكر هذا معناتها هذا سيتا فكر كل مره يتجدد، كل مره يواكب عصره، السوسيال ديمقراسي نتاع 70 ماهيش نتاع 90 ماهيش نتاع 2010، اما محافظه على نفس اللي فالور ونفس الاوبجيكتيف. يتطور المشروع ويتطوروا زاد يتبدلوا العباد، هذيك سنه الحياه. احنا اليوم ما هيش حاجه معناتها حاجه جات، انه اليوم جاء الوقت. سي مصطفى خرج من 2017 او من التكتل ساعات من راهو صار مؤتمر ثالث تاع التكتل تجدد فيه القياده، وسي مصطفى غادر التكتل ولا شخصيه بيقعد ديما مؤسس هذا الحزب، يقعد تاريخه الكل وتاريخه يشهد له من 70 للتو ومازال التاريخ ما فيهش. اما التكتل جدد قيادته، التكتل داخل في مشروع عمره ما غادر الموقع نتاعو، يمكن من الاحزاب القليله اللي عمرها ما غادرت. عمل قراءه في وقت من الاوقات اللي الناس كل تبعته بعد، عمل قراءه انه تونس تمر بفتره اللي يلزمها وحده وطنيه، مصلحه وطنيه، وتخلي في تجربه الترويكا. نقد مرحله الترويكا قمت بنقدها، قمنا بنقد علني في ليكول بوليتيك، وجات نوات وجاو دي جورناليست من شمس، يمكن استدعينا لي جورناليست كيسكو لا با فونكسيوني المخرجات نتاع اليونس كونتر ناتور كي ايتي كاليفي دو اليونس كونتر ناتور. اليوم كان هذيك اليونس كونتر ناتور، اليوم ما فما حتى حزب بخلاف الجبهه ما حكمتش مع النهضه، الكلها كونتر ناتور. جمهورية تونسية ما أفرزته من أحزاب من أقصى لا الوضع يحتم، الوضع يحتم. سي معناتها محسن مرزوق بور لو سيتي هكا جو سيت كومان، تعرفوا اللي هو حامل اللواء الدم الأكحل والدم الأحمر، ما هو هذا ولا وين هو اليوم توا؟ وين محسن مرزوق ومشروع تونس؟ في ائتلاف حكومي مع شكون؟ حركة الناس. يعني سي إلياس لو تسمح باش نستسمحك فقط في 5 دقائق نعطيهم للضيف باش ناخذ